رح نروح لفقرتنا التالية اللي بدنا نحكي فيها عن ثقافة التسامح اللي بتجعل الأفراد يودون، يعني بيودوا بعض وبيحبوا بعض بعلاقاتهم الاجتماعية، وهذا الشيء بيساهم بنشر الاحترام والتعاون والتبادل في حل كافة المشاكل. أكيد، ويعني دائما منقول نشر ثقافة المحبة والمودة والتسامح الثقافي والديني هي مبدأ وأساس بسوريا. نحن دائما بنحب نعززه عبر الناس الموجودة، أيضا عندهم هالمفاهيم بيحبوا يعلموها وينشروها أكثر. لهيك معنا اليوم خريج معهد البلمن السيد جرجس في قباجي. يسعد صباحك، قلت الاسم صح؟ صباحكم جريس قبهجي. نعم، جريس قبجي، اهلا وسهلا فيك اهلا يا فيكم. جريوس، اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. تسلموا يا رب، نورتوا بلودان ومطعم كرم العلالي. الله يسعد يسلم. صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني اول شيء، بما انه نحن ببلودان، خلينا نحكي شوي عن بلودان كمدينه، فينا نقول ثقافيا ودينيا كثير هي المدينه فيها من المحبه والتسامح والعلاقات الاجتماعيه المميزه، اذا فينا نقول. نعم، بالفعل بلودان بتحوي على كل هيدي الفعاليات اللي انت حكيتيها. وبالبداية إذا بدي أرسم أيقونة جميلة لبلودان، بقول إنه نحن بهالمحل هون بهالمطعم عم نقدر نشوف جبل الشيخ من هنيك وجبل صنين لبنان من هون، فنحن مشرفين أولاً على التسامح اللبناني السوري برقم واحد. إذا بدي فوت لداخل البلدة لأحكي شوي عن البلدة، أول شيء بحدث فيها عن البلدة هي تحقيق لما ذكر في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل وشعوب لتعارفوا. نعم، التحقيق هو موجود هون بهيدي البلدة، في له عدة أوجه. الناس كتير كانوا يسألونا عن معنى المعجزة أو الإعجاز، وناس بتلتفت للمعجزة بأكثر من معنى. إذا بدنا نقول، كانت الناس تفتكر إنه المعجزة هي أيقونة أو رسمة ترشح زيتاً بقصص القديسين أو الأولياء الصالحين، أو تراب بيقلب لذهب. صحيح. ولكن الأيقونة الحقيقية يلي بتشوفوها ببلدة بلودان هي هذا الجمال الطبيعي كلياته. أنا بنظري هي الرسمة، لوحة. لوحة، والزيت اللي عم يرشح فيه منها هو شعب بلودان الطيب المسلم حلو. المسيحي، هذا الزيت الحقيقي يلي عم ينزل من هيدي الأيقونة يلي اسمها بلودان. أكيد، يعني أحلى كلام قلت لنا إياه. يعني نحن فعلا قاعدين أمام لوحة طبيعية، مو غريب إنه نكون مثل ما قلت لنا جبل الشيخ وجبل صنين، يعني هي سوريا الطبيعية اللي هي من زمان بلد وحدة يعني نعم. بالنهاية. نعم. كمان خلينا نحكي شوي عن ثقافة التسامح والمودة الموجودة أساسا بسوريا. يعني سوريا متلونة بأكثر من طائفة، هي بتجمعهم الطائفة السورية. خلينا نقول بلودان اليوم منطقة سياحية جميلة متلونة متعايشة مع بعضها، فيها من كل الثقافات والحضارات. خبرنا عن هذا التنوع اللي عم يطفي عليها جمال زيادة. نعم، الكلمة اللي بدأت فيها أنه نحن لدينا طائفة واحدة اسمها سوريا، وذكر بالكتاب المقدس عبارتين حلوين: مبارك شعبي مصر وصنعت يدي أشور. نحن بلاد سوريا المباركة يلي من خلالها نسج الله عدة ألوان دينية ليكونوا مثل ما حكينا بالأول لوحة جميلة. إذا بدي أحكي منها لنشوف إخلاص الشعب السوري لهالبلد، ما بحب أرجع لعصر الظلام اللي مرقنا منه يلي هو الأزمة، والحمد لله يلي عدت الحمد على لله خير وطلعنا فيها منتصرين بقيادة الرئيس الله يطولنا بعمره سيادة الدكتور بشار حافظ الأسد. في رواية كانت عم تشغل راسي من فترات بعيدة، هي لفيكتور هوجو الروائي الفرنسي والشاعر الفرنسي، ترجموها للغة العربية بعنوان أحدب نوتردام. نعم، هي نوتردام دو باغي، بتحكي عن الشخص يلي معطوب أو عنده عاهة منه جميل عم يدافع عن المرأة الجميلة. نحن بصراحة ضمن البلد السوري الواحد هون كنا نمثل شوي هذا الرجل الأحدب يلي فيه عاهات جسدية، لأنه كل العالم كان عم يعض فينا وعم يضرب فينا وعندنا مشاكل. نعم، كتير. مشاكلنا كبيرة جدا. صحيح. ولكن نحن ندافع عن الجمال الحقيقي الداخلي اللي هو سوريتنا بكل شيء فيها. أكيد. وأي بيت منفوت فيه ببلودان يستحيل أنك تتعرفي على المذهب الديني اللي موجود فيه. صحيح. أبدا، لا حارة
ولا بيت. هلا هذا الشيء موجود عند كل الشعب السوري، نعم يعني اي بيت بنفوت عليه ما بنحس، ولا يعني نحن بالنهايه سوريين، هي الكلمه اللي بتجمعنا، نعم معروفين بالطيبه والكرم والشهامه، وهي القصص اللي نحن دائما نفتخر فيها باي بلد بنطلع له بالعالم، معروفين فيها. مية يمكن بالمية الحمد لله. يعني زينب، وقت بنحكي عن هذا الشيء بنحكي عن علاقات اجتماعيه تربط العلاقات العائلات السوريه نعم على مختلف، هي من اي منطقه او من اي دين أو من أي طائفة، يعني في علاقات اجتماعية، ولكن فينا نقول أنه التسامح هل هو يعتبر جزء من نجاح العلاقات الاجتماعية؟ نعم، إذا بدنا نحكي عن التسامح كجزء من العلاقات الاجتماعية، خليني أحكي أنا وأرفع المستوى شوي. أنا بفضل نحكي بالبلد السوري الواحد أرفع من مستوى التعايش والتسامح. نحن منه موجود عندنا خالص، يعني أنا لما بدي فوت على بيت رفيقي، ما مهم رفيقي اسمه الياس أو أحمد أو محمد، خالص ما أنا موجود، لأنه هذه الثقافة كلها نحن ما بنعرفها. صحيح. لما بدهم يسألونا عنها بنقول لهم ما بنعرف. بفرنسا كانوا عم بيستغربوا إنه أنت جريس من سوريا، أنت عن جد مسيحي؟ قلت له إيه. قال يعني ما حسينا عليك. قلت له ليش، أنتوا شو أخذين الفكرة عننا؟ لأنه نحن والمسلمين مثل بفكرونا جايين توأم من بطن واحد، ما رح منميز. حتى مصطلح التعايش اللي دخلوه علينا، شو معنى التعايش؟ شو هو هذا التعايش؟ ليش انا رفيقي احمد او رفيقي محمد بيني وبينه مصطلح اسمه تعايش ولا عيش؟ نحن نعيش معا مش نتعايش، نتعايش هو بين جنسين غريبين، ولكن نحن نعيش معا نعم بهيدي الارض لحتى نعمرها ونبنيها سوا. طب خلينا لك نحكي، بما انه هذا الشيء اساسي ويعني ما في داعي نحكي فيه لانه موجود اساسا بسوريا، خلينا نحكي عن ثقافة الحب نعم. اللي هي طلعت اقوى من ثقافة الارهاب نعم. اليوم، وخاصة بلودان هي البلدة السياحية الحمد لله اللي ما تأثرت كثير بهي بسبب تماسك شعبها الطيب. نعم. ايضا خبرنا اليوم عن هي ثقافة الحب كيف عم تنعكس ايجابا حتى على الوافدين على البلدة، بما انه عم نضوي على جزء السياحة ايضا والوافدين من المحافظات. نعم، سياسة الحب بتنكشف خطوة بخطوة لكل الناس اللي بيجونا من برا وبيفوتوا لعند أهل بلودان هون على البلد، وهذا الشيء أنا لما بحكي عن بلودان عم بحكي عن خلية من سوريا، فهي عم تمثل للكل. صحيح. الناس كلها بتتفاجأ إنه إذا إجا واحد على بلودان تيقعد فيها 20 يوم لل 25 يوم بيصيروا بيتعاملوا معه على إنه هو واحد من البلد. حلو. يعني وفي شيء يعني جذاب، كنا نحن أنا بشتاق له وقت كنت بالغربة، إنه أنا بمرق من على الطريق في جارتنا يلي عم تعمل مناقيش على الصاجب من على الشباك بتعيط تاخذ واحدة وانت رايح. هذا الشيء نحن بنشوفه حتى للناس. بتذكر ايام كان في ثلوج كثير وكان في ناس علقت هون، ما في ولا واحد نام بالشارع، البيوت كانت كلها مفتوحه، واللي بيمرق ببلودان بيسمع صوت السهرات، يعني كانوا عم يسهروا مع الناس اللي جايين من الشام واستقبلوهم ببيوتهم. طبعا ما في داعي احكي عن الامور اللي بتشتهر فيها البلده اللي حكوا عليها قبلي، عمي ابو عماد كبير البلد، المي والدبس والجوز، وكانت السهرات عمرانه، هيدي بتبقى على طول راسخه. ثقافه المحبه تنتصر دائما، لانه المحبه هي الشيء الاسم في الحياه، وبما انه انا من خريج الدراسات اللاهوتيه فانا على طول بحب اعطي هيدي الامور ابعاد تانية. المحبه دائما تنتصر، ولما بيحكونا عن المحبه بنقول لهم نحن بنصبر على اللي بيعادينا يوم واثنين وثلاثة. السيد المسيح وقت قالوا له لما بيغلطوا بحقنا كم مرة من سامحهم؟ 7 مرات. قال لهم 70 مرة 7 مرات. يعني حتى الناس اللي غلطوا بحقنا بكل المحلات نحن على طول فاتحين ايدينا لهم، فاتحين ايدينا المحبة علشان نقول لهم نحن سوريين، يعني المحبة نحن شربانينا من نحن وصغار، حياتنا ما عرفنا الكره، لا هلا ولا بعدين رح نعرفه، هويتنا المحبة. أكيد. يعني دائما بيقولوا المنطقة يمكن بتلعب دور بطبيعة الناس كيف بيكونوا، يمكن المياه بتكون بتخلي الأشخاص يصيروا رقيقين وكلهم حب مثل مياه المنطقة يلي هن موجودين فيها وسهولة. بشو أكثر شيء بيتسموا أهالي بلودان؟ شو أحلى صفة فيهم؟ يعني خلينا نحكي الصراحة، أهل بلودان عندهم الصفات اللي حكيتي عليها بنتسم فيها الجبال. مزبوط، عندنا شوية صعوبة نحن، هي صعبين صعبة الجبل بس نفس جبلي. الوقت في عندكم ينابيع. تماما. نحن المي اللي بيشربوها هون مية التلج الأبيض بتنزل بتغذي عروق القلب،
علشان يصير ابيض مثل لون الثلج. يعني بيشرب مية بلودان خلص بده يرجع لمرة تانية اجباري. ما في مهرب من الهوايات الحلوين. بيعطونا صفات مزبوط، لانه على طول كانوا يقولوا الشاعر ابن بيئته، وانا بقول الانسان كله بشكل عام ابن بيئته، بجمالها بخضاره طبيعتها، قلوب طيبه كثير. نعم جبليين نحن، عنا شويه جبليين. اهالي الجبل دائما بيكون عندهم شوي من الخشونه والرجوله والشهامه، بس بنفس الوقت في اخذين من الطبيعه، متاقلمين مع كل المناخات والشيء اللي بيكون. خلينا نحكي كمان، انت خريج معهد البلمند، خبرنا شو الرساله اللي انت وصلتها للناس اللي موجودين هناك، وايضا شو اخذت منهم ايجابي. يعني دائما نحن سفراء خلينا نقول. نعم. لبلدنا باي منطقه بنكون. نعم. فيها. نعم. خبرنا كمان عن هي القصه. نعم، تحيه اول شيء لجامعه البلمند، البيت يلي انا بنتمي له، بيتي الثاني بعد سوريا، ولصاحب الغبطه الله يطولنا بعمره البترك يوحنا العاشر يلي اعطاني هالفرصه اروح لهنيك. حملت رسالة سوريا أنا لهونيك. كانوا عم يتفاجئوا أنه في شاب من أعالي الجبال السورية صار بيناتنا، عنده الصفات يلي أنت حكيتيها، هي مش صفاتي بس صفات أي شاب من هالشباب اللي بدها تروح لهونيك. صحيح. صفات شعبنا الرجولية والشهامة، ما بيحب الغلط بس ما بيتدخل بحدا بنفس الوقت. إذا حدا سأله بيسامحه، ولكن أيام بتنحط النقط على الحروف بالوقت المناسب لحتى نكون عايشين مع بعضنا البعض. الرسالة اللي شافوها مننا بجامعة البلماند الحقيقة السورية اللي كنا عم نحكيها بالفقرة اللي قبلها، اللي هي المحبة، المحبة اللامتناهية والطبيعة الطيبة. يعني ما أسهل أنك تقعد حد شاب من سوريا، وأنه نحن ناس مثقفين ويعني قادرين على الوصول لمراتب عليا بالعلم. نعم. يعني دائما الناس هناك بتتفاجأ أنه أنتوا عندكم جامعات لهالدرجة، أنه في صورة معكوسة عم يروجوها لسوريا، أو أنه الإرهاب فعلا خلاكم تضلوا. لا، نحن عنا أمل وعنا إرادة وعم نوصل. فهي رسالة كتير مهمة، بوش الإرهاب كانت المحبة اللي هي انتصرت، والعلم اللي عم نحاول يوصل لأعلى المراتب. نعم. فيما يتعلق بالشيء اللي حكيتي فيه عن الثقافة، نعم نحن شعب جبار. صحيح. والمثقف السوري أنا بفتخر بهذا الموضوع، أنه يفوق أي مثقف تاني في العالم. صحيح. نحن لدينا ثقافة عالية جدا، لدرجة أنه نحن الأوائل على الجامعات. حتى ضمن جامعة البلمند نحن كنا الأوائل على جامعة البلمند بمختلف فروع الكليات، مش بس بكلية اللاهوت. يعني كان شرف كبير أن يكون أنا حاصل على المرتبة الأولى بجامعة البلمند. ولكن كان في إخوات إلي سوريين من حمص ومن اللاذقية، وكانوا متفوقين بباقي الفروع الكليات. طبعا فخر كتير كبير، ومو بس على مستوى لبنان. إذا بدنا نروح لوقت كنا بفرنسا، السوريين هن كانوا الأوائل هناك. الأطباء بشكل عام السوريين بكل المجالات وبكل العالم عم يكون لهم بصمات مميزة. بس الأطباء نحن ميسان كل الشرائح، عم نلاقي المهندسين، عم نلاقي الفنانين. صحيح. عم نلاقي الموسيقيين اللي هن سفراء البلد، حتى الطلبة اللي أرسلوا لبعثات للبلاد عم نلاقيهم عم يتميزوا جدا. هي مانا محصورة على فئة معينة. نعم. حتى الناس ما تزعل، لأنه لا كلهم متميزين. طبعاً. ومتفوقين. أكيد. وكلهم حاملين رسالة سوريا، أنه نحن بعلمنا وإرادتنا وثقافتنا عم نحب نوصل رسالة أنه سوريا بعدها عم تنبض وعم تعيش ورح تتقدم بهمة هالشباب إن شاء الله. يا رب. يعني السوريين فعلا مثل ما قلتي مميزين زينب. في عبارة نتمنى دائما يكون في مزيد من التألق لهم، يظهروا حالهم بشكل دائما إيجابي وشكل الأفضل. يعني نعم، في شيء أنا بفكري ورايد لكم إياه، التقيت بشخص كبير بالعمر مسن بفرنسا اسمه مستر إيمانويل، فهو كان من زوار بلودان. حلو. يعني الصدفة حلوة إنه من زوار بلودان، بيعرف تاريخ بلودان، فندق بلودان الكبير إلى آخره. فقلت له أنا شو اللي بيخليك تحكي عن بلودان مسيو إيمانويل إنه هي بلدة منتجة باستمرار؟ في الفقرة اللي حكيته فيها انه هي معنات اسمها الاله دان او بعل ودان، بلوذان بعل ودان، حكالي عبارة ذكرتني بهالكلمة، قال لي انتو احفاد الاله بعل. قلت له فيك تشرح لي اكثر؟ قال لي ايه، هذا اله الخصوبة عند الكنعانيين. ولليوم نحن في مصطلحات راسخة ببيئتنا، اليوم اذا بضيفك تفاح بقول لك ذوقيها طيبة، هي بعل. بس ما معنى انها بعل. هيدي من الرواسب الثقافيه اللي بلشت ورسخت عنا ببلودان. صحيح. انه هي مرويه من السماء.
هيدي مروية من السماء. نعم، طبيعة الخير، طبيعة بلودان، وين ما راحوا متميزين لأنهم أحفاد بعل. إن شاء الله يا رب لمزيد. نعم. من التميز. وقت خلصت دراستك يعني جريس قررت ترجع على بلدي ويمكن تاخذ مكانك هون، خبرنا هلا انت شو عم تعمل ومن خلال دراستك كيف بتقدر تعكس الشيء اللي درسته يلي تعلمته ببلدك بمنطقتك. نعم. كنت يعني بفارغ الصبر لارجع، الخمس سنين مرقوا انه بس بدي ارجع على بلودان. رحنا معلقه بالبلد بسوريا. حاليا عم جهز نفسي علشان اطلع كفي الدراسات العليا الماستر ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. عم نشتغل ضمن البلد، ضمن الحدود الثقافيه والاجتماعيه. طبعا حيكون في بلده بلودان فعاليات كثيره بتحكي عن المفاهيم الخاطئه يلي اجونا فيها بالغرب ورسخوها بيناتنا، وعن المفاهيم اللي لازم نحن نصدر لهم اياها، سواء على مستوى جامع بلودان الكبير، على مستوى المركز الثقافي ببلودان، او مستوى الكنيسه. يعني نحن عم نشتغل على هدول المحاور الثلاثه، وان شاء الله مع الايام الجايه رح تترسخ هدول. مع مين عم تتشارك هذا العمل؟ كباريت بلودان، الله يطولنا بعمرهم. يعني فكرت انه ممكن تكون مجموعه شبابيه كمان ممكن. نعم اكيد. لما بنحكي نحن مع كباريت بلودان، نحن السمه الحلوه عندنا بالبلد انه كباريت بلودان عم يعدوا اجيال. حلو. نعم، يعني بتعرفي انت كبير بلودان فورا بحط شباب بلودان علشان يعرفك انه هدول قاده مستقبليين للبلد. تعالوا كله نعم. نشتغلوا معنا. نعم. نعم. طيب خلينا نحكي، انت اليوم بتشجع الشباب يدرسوا ويزودوا مهاراتهم، وخاصه يعني اللي عم يدرس بشيء اكاديمي او لاهوتي مثل ما قلت، ليطلع برا يعني ياخذ المعلومات، يتعلم الشيء الاكاديمي في الحديث ويرجع يخدم بلده فيه. بتشجع الناس اللي هلا ان كان ببلودان او غيره انه على هذا الحلم يطلعوا يدرسوا ويرجعوا لبلدهم حتى يخدموا فيه 100%. مثل ما حكينا من شوي، أنا بشجع كل واحد ببلودان يكون هو أحدب نوتردام اللي عم يتحمل، يلي عم يعاني جراحات منشان يرجع يعيش هالفتاة الجميلة سوريتنا الحبيبة. صحيح. يطلع لبرا يورجيهم إنه نحن مش مثل ما إنه مفكرين. كنا مفكرين إنه الإعلام عندهم إنه بيورجيهم كل شيء، لا ما مزبوط. يعني مثل شعبي عنا، عايشين بخسة هن ملفوفين لف وعم يتفاجئوا، بس يجوا لعنا يعني بيتفاجئوا وبينبهروا، حتى في انبهار بيكون انه انتوا هيك. طبعا نحن هيك، انه انتوا عم تكونوا الاوائل على الجامعات، اكيد انتوا شو مفكرين، يعني شو اخذين فكرة عننا، انه انتوا مفكرين انا صفيت الجمل برا ونزلت ادرس. اكيد نحن منا هيك، نحن اهل الثقافة، وان شاء الله كل شاب سوري بيرفع راس البلد عنا وبيطلع لبرا بيعطيهم طبعة سورية، ختم سوري بامتياز، وبيرجع لحتى نبني بلدنا سوا ان شاء الله. يعني نحن بنتمنى لك كل التوفيق يا رب جريوس، وتكفي دراساتك وايضا المشروع يلي حابب انك تعمله بهالبلده، المشروع الثقافي والاجتماعي، تقدر انك تحققه. شكرا كثير لك. يعني نتمنى التوفيق لكل الشباب السوريين. أمين. يلي عندهم هي الثقافه العاليه والمحبه الكبيره اللي بيقدروا يوزعوها على المحيطين فيهم، إن كان بسوريا أو خارج سوريا. شكرا كثير لك جريوس. شكرا لكم. الله يسلمك. أنا بدي أتشكرك كمان كثير على كل هيك الطاقة الإيجابية اللي أعطتنا إياها، وعلى هي المحبة والتسامح اللي عم بشعوا من هي البلدة الطيبة. وأكيد ما بدنا ننسى ميسان، نقول رحمة لشهدائنا الأبرار اللي نحن بفضل تضحياتهم كمان خلينا نقول مستمرين، والحياة عم ترجع تدريجيا لكل منطقة بالرغم من ألم الفقد، إلا أنه ألم الفقد خلانا نستمر بالحياة. نقعد هون اليوم يعني. نحن مستمرين بوجودهم هون. شكرا لوجودك، كل التوفيق لك بالبعثة القادمة. شكرا لك.